عرفنا بنفسك. خالد طاهر جعفر من قرية شناوية. قولينا بقى ايه المواقف الإنسانية اللي الحاج محمود العربي عملها هنا في البلد؟ لا مواقف إنسانية ما تتعدش يعني، ما أقدرش يعني ما أقعد أقول معاك عاوز سنة أتكلم على الحاج محمود. يعني زي إيه مثلا؟ يعني راجل خير ونحسبه يعني، يعني بيطلع شهرية للناس في كل المركز يعني، ويساعد مش مقتصر على قريته بس. لا 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 لا, لا على على مستوى المركز بحاله على، ودي حاجة أنا شايفها بعناية يعني. إيه تاني اللي أنت شايفها مثلا؟ يعني وبيشغل الناس وبيفتح أبواب كتيرة خير للناس، يعني مش مقصر مع اي حد، واي حد بيروح له يا رب يا طلب. هو دايم كان دايم الزيارات هنا للقريه؟ بيجي هنا يعني، مش من اهل القريه بس هو كان بيجي من هنا يعني، بقى له سنه ما جاش يعني هنا، كان بيجي هنا يصلي العيد ويعيد على الناس بحال. تمام. هو الاسره بتاعته. تمام. معانا برضو احد اهالي القريه، عرفنا بنفسك كده. احمد حامد الحربي من قريه ابو رقبه. هنا قريه ابو رقبه. قول لنا بقى ايه المواقف الانسانية هنا الحاج محمود؟ لا الحاج محمود عشان نتكلم عنه احنا عايزين كتب تتكلم عنه، عايزين كتب، مش هتكفي كمان كتب. الحاج محمود عمل هنا، عمل مؤسسة لتحفيظ القرآن الكريم، عمل مستشفى عالمي في بلدنا، عمل معاهد أزهرية، عمل مقابر هنا 400 عين مقابر مجانا لأهل البلد، عشان خاطر المقابر كانت في وسط البلد كلها، حب ينقلها هنا تبقى كلها في مجان مجمع زي ما انت شايف حضرتك المقابر عاملة ازاي. الحاج محمود احنا كنا اطفال صغيرين وبنروح نصلي في العيد، كنا بنستناش خاطر يدينا العيدية بتاعتنا واحنا صغيرين، كان ده من 27 و28 سنة. كان بيقف كده عشان يدوك العيدية؟ هو على الباب المسجد للاطفال الصغيرة، كان بيدينا كل واحد عيديته العيدية بتاعتنا في ايدينا واحنا اطفال صغيرين. تمام. الحاج محمود ده كفاية بس كده لما الاذان بيأذن في المصانع او في الشركات بتاعته وقت صلاة الظهر او صلاة العصر، بتلاقي ال 40,000 واحد في كل حته، في وسنا وفي بنها وفي العباسيه وفي بني سويف وفي المعارض، كل المعارض بتلاقي كله واقف ورا بعضه، والامام بيقول الله اكبر، بتلاقي كله مش صف ولا اتنين ولا تلاته. اللي ما بيصليش قبل ما بيشتغل في العربي، بعد ما بيشتغل في العربي لوحده بتلاقيه بيصلي، بيعرف ربنا من اللي حواليه. فالراجل ده عشان نتكلم عنه احنا عايزين كتاب نتكلم عنه. الراجل ده، الراجل ده عمل الصدقات اللي بيعملها في السر كتير قوي، البيوت اللي فاتحها كتير قوي، فربنا الله يرحمه الله يرحمه. تمام. عرفنا بنفسك كده. حماده سامي جاد. الحاج محمود ده الله يرحمه الاول ويجعل مستواه الجنه، الحاج محمود عمل اعمال كتير قوي للبلد، الراجل ده يتشال فوق الدماغ من فوق، الراجل ده يشكر قوي، ومش عارفين احنا هنعيش ازاي من بعده بصراحه، والحال ازاي يبقى من بعده احنا مش عارفين والله. الراجل ده عمل حاجات كتير قوي كنا بنستنى. ايه اهم حاجه بقى عملها في القريه يعني؟ انا كنت شاب صغير عندي 4 سنين، كنا بنطلع اوقات العيد نستنى الحاج محمود، كنا بنخش نصلي العيد، كان يطلع بنفسه وينده علينا يدينا العيديه بتاعته بايديه، وعمل مؤسسه العربي وعمل كتاب مجانا 5 ادوار، وكان بيحفظنا القران الكريم، كان وهبه الجزء 10 جنيه، كان اللي يختم القران كله يطلعه العمره، يديله جنيه ذهب، يدي البنات تلاجة، غسالة، هدية، كان عامل حاجات كتير قوي احنا ما نقدرش نوصفها له يعني. وبالنسبة للمدارس بقى؟ عامل مجمع معهد أزهري نموذجي، معهد قراءات، معهد فتيات، وعامل مدارس إعدادي ومدارس ثانوي ومدارس ابتدائي وإعدادي للبنات والصبيان لوحدها. فالراجل ده احنا مش عارفين هنعيش ازاي من بعده بصراحة، كان بيعمل كل حاجه معانا حلوه، فربنا يرحمه يا رب. وزي ما انت شايف كده عامل لنا 400 عين مجانا لاهل البلد، وربنا يكرمه يا رب. زي برضو ما انتم شايفين احنا برضو مع احد اهل القريه، عرفنا بنفسك كده. شكرا محمد حميد. قول لنا بقى يا ابراهيم ان شاء الله المواقف الانسانيه بقى هنا للحاج محمود العرب الله يرحمه. لا انسانيه كتير. زي ايه؟ انسانيه كتير، تجهيز البنات، ماشي الجماعه، مساعده الجماعه الارامل، انا من ضمنهم برضو، كنت كسوه في الجماعه اليتامى مثلا، اطفال حريم ورجاله برضو من زمان مش من دلوقتي. ودلوقتي برضو بهتم برضو في القريه زي ما انت شايف، القريه كلها مثلا كتاب ومدارس معاهد معايا نموذجية
زي ما انت شايف كده، ما يخرش غير على طول يعني، ما يتاخرش في الخير بالذات يعني. تمام. على طول. شايف يعني هو كان بيساعد الغير قادرين على في الزواج برضه، المساعدات بتاعته. طبعا على طول. كان في مؤسسه لكده يعني؟ اه في مؤسسه، ومش البلد بس، بره البلد كمان. المركز كله زي ما المركز كله، وبره المركز. على ايدي كان بيروح اماكن بعيد. يعني لو في حد غير قادر مثلا وجه هنا عشان يساعده ما بيتاخرش عنه. بيساعد. معاك مسافه كبيره كمان. تمام. لا بالسعيد كمان ده شغال. ايه تاني المواقف الانسانيه تاني انت بتفتكرها الحاج محمود؟ لا هو يعني زمان يعني مثلا كان يطلع مثلا يلف ما يتاخرش، الوقت الكتير بتاعه بيعمل وقت كتير. مثلا شغل الاعياد. تلاقي مثلا بيصلي معانا عيد خرطوم من صغرنا. العيد ذات بيخلص العيد الصغير يجي من السعوديه على طول. يجي من السعوديه مثلا يقعد معانا هنا على طول. يحصل لي مثلا يقعد معانا هنا. تمام. في الجامع كلها هم عياله واطفاله. ان شاء الله. زي ما انتم شايفين مشاهدينا ومتابعينا عبر تلفزيون السابح، كنا معكم بنبرز مواقف الانسانيه للحاج محمود العربي، الراحل الحاج محمود العربي رئيس مجلس اداره مجموعه العربي. مواقف كثيره، مواقف عديده قالها الاهالي هنا. 400 عين هنا، 400 مقبره عاملهم الحاج محمود العربي لأهالي القرية مجانا، نقل المقابر من وسط المدينة إلى خارج وسط القرية إلى خارج القرية، مساعدات لغير القادرين، مرتبات شهرية لغير قادرين، مساعدات للزواج للفتيات الغير قادرات على الزواج. من هنا من قرية أبو رقبة كان معكم محمد فتحي مدير مكتب اليوم السابع محافظة المنوفية، دمتم في أمان الله ورعايته.